ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بحلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نشوف خط سر الحلقه هيمشي ازاي. انت عم في المطبخ دخلت النهارده، جه على بالك تعملي تخرجي من جو الطواجن بقى والحاجات الشرق اللي احنا عارفينها، واحنا كل يوم ثلاث من كل اسبوع بنعمل اكل غربي، ايطالياني، مكسيكي، صيني، ياباني، هندي، مغربي، لبناني، كل المطابخ نخترقها وواثق الخطوات يمشي ملكا زي ما قالت كوكب الشرق. هعمل النهارده البوبيت، هعمله النهارده بالخضار، ممكن يتعمل فراخ، لحمه، سمك. المقادير على الشاشه: صدور من الفراخ خاليه من العظم، فيليه يعني، معانا كريمه لباني دي اساسي، مستارده وبصل، وطبعا عصير ميه البصل يعني، وملح وفلفل، دي بالنسبه للفليفر والطعم. ما تنسيش فصين من التوم ناعمين، ومعانا كوسه وجزر، دي الحشوه بتاعته. ممكن نحشيه لحمه مفرومه، ممكن نحشيه جمبري زي ما احنا عايزين. المقادير شفناها على الشاشه، نشتغل في الاكله دي لان فيها شويه شغل كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد صدور الفراخ دي يا عم الشيف، نقطعها ايه؟ رفيعه كده، شرايح يعني، كاننا هنعملها سكالوب. حلو الكلام. والكاس البلاستيك دي معايا، والمدقه دي معايا عشان افرد بيها الصدر ده كده. اللهم صل على النبي. نجيب سكينه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، كانك بتعملي سكالوب. دي شريحه، ودي التانيه. ممكن انت تجيبيها من عند الراجل الجزار او الفرارجي يعني، اللي بيجيب من عنده الفراخ يقطعها لك كده، حتى بيبيعوها يقول لك نص كيلو سكالوب وهكذا. داود باشا يعني لحمه مفرومه يعني، بصله، فص توم، نخلط اللحمه كاننا بنعملها كفته. طب ايه الفرق يا شيف مغازي؟ الفرق ان داود باشا اخواننا اللبنانيين والشوام بيعملوه بياخد صنوبر، والصنوبر الكيلو وصل سعره دلوقتي 2000 جنيه. شفتوا بقى ليه سماها داود باشا؟ هناخد الصدور كده بالشكل ده كده. انت بقى ممكن تعملي حاجه حلوه قوي، بدل الصنوبر تجيب اللوز بيتقطع كده عند الراجل العطار نفس الطريقه بتاعت الصنوبر. بيتقطع كده بيبقى ايه؟ بيقول لك يعني لوز متفصص. انا الصدور الفراخ جاهزه عندي كده، هتبلها. لازم تتبل تتبيله كويسه واحنا مع بعض كده. بنجيب كسروله زي دي كده. اللهم صل على النبي. وبنحط يا عم الشيف فص توم حلو كده. حلو. وعلى الفص التوم ده كده عصير شويه بصل حلوين، ومعلقه مستردة. تتبيله حلوه ليه؟ ممكن صدور الفراخ فيها زفاره، فيها مثلا طعم، فمهم جدا ان انا اتبل الفراخ دي بطريقه حلوه. ادي الفكره بتاعت الايس كريم، استخدامنا للبن البودر، لان كل المصانع وكل الناس اللي بيعملوا ايس كريم استخدامهم للبن البودر دي حاجه سهله يعني. ايه البهارات يا شيف للبوبيت؟ طبعا الاكل الغربي خاصه لما يكون من المطبخ الايطالياني بيبقى بريء من الكزبره والكمون، الاساسي فيه الزعتر، روزماري، ملح وفلفل، عشان نبقوا عارفين دي مدرسه الف باء مطبخ يعني. زي الصيني كده، الاساسي فيه الصويا صوص وزيت السمسم وصلصه المحار وهكذا. كل التوابل دي زي الفل يا عم الشيف. قلت انا عملت ايه؟ زعتر، مستارده، بابريكا، فلفل. حاضر يا فاروق، ما حطيتش ملح، انت مركز معايا قوي ما شاء الله عليك. كل ما حطيتش، وفعلا والله ما حطيت ملح. شفت المخرج الشاطر؟ شويه ملح حلوين زي الفل. خلي بالك انك حاطه ملح اهوت عشان برضو الصلصه بتاعت البوبيت ما تكتريش الملح. المستردة هنا بتلعب دور مهم جدا مع العصير الليمون، ولكن هنا في قاعده زي فيثاغورس كده، مش اسمه فيثاغورس برضو العالم الكبير ده اللي عمل قواعد كتير في المدارس الرياضيه؟ بيقول لك ايه بقى هنا يا شيف مغازي؟ ممنوع منعا باتا اضافه اي ماده دهنيه في حاله انك تعملي بانيه. انا ما حطيتش زيت هنا خالص، لان الاسكالوب ده هيتغلف بالدقيق، وانا عايز الخلطه تمسك في الايه؟ في الاسكالوب. فما ينفعش ان انا احط خالص هنا زيت، لا سمنه ولا زيت ولا زبده. هنتبل الفراخ بالشكل ده كده. عايز اقف محطه صغيره هنا اسمها محطه الرؤيه والفن والابداع. محطه الابداع ايه هي؟ لغايه هنا احنا ممكن نستخدم الفراخ دي سكالوب، لغايه هنا ممكن نستخدم الفراخ بنفس التتبيله ونفس الشغل ده كده بكاتا، لغايه هنا ممكن نعمل الفراخ دي مشويه بالاعشاب، زي ما احنا شغالين كده. لغايه هنا لو ضفنا زبادي
وعصير ليمون بكسره وعصير برتقال بقت شاورما زي ما انت عايز. انا بس حابب افتح كده ايه كلام في الموضوع ده علشان برضو نبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. تبلت الفراخ اهوت زي الفل، ممكن تعملها من بالليل، تعملها قبل ما تروح الشغل، تبقى موجوده عندك. هنشيل كل ده كده ومعانا مدقه لحمه، وطالما هندق لحمه سامحوني اذا الصوت كان هيبقى مزعج يعني، ومعانا كيس بلاستيك زي ده كده بنفرده هنا. في اخواننا محلات الجزاره يعني بيبيعوا الاسكالوب ده جاهز، تشتري كيلو اسكالوب بيبقى هو فرد وكل حاجه. انا حطيت كده اكياس بلاستيك، ببدا احط كده صدر الفراخ ده كده اهو بالشكل ده كده، ودي مساحه كده لان انا طبعا ادق عليه فهيكبر. اللهم صل على النبي. هو ده نفس الطريقه كده زي الفل، واخد اللي فيها الموزه دي حلوه عجباني، واحط كمان عليهم كيس بلاستيك. الصوره حلوه كده مخرج ده حبيب قلبي حبيب هارتي. ونفس القصه كده ليه يا شيف؟ علشان المدقه بتاعه اللحم ما تلزقش في اللحم في الفراخ، سواء بتعمل اسكالوب فراخ اسكالوب لحمه اسكالوب سمك. ونمسك ايه يا عم الشيف كده بالراحه خالص. المدقه هنا فيها ناحيتين، ركزوا معايا والله العظيم انا شغال يعني ايه بديكم المعلومه من قلبي، والكلام لما بيطلع من القلب بيوصل للقلب بسرعه بدون مطبات. المدقه بتاعه اللحم بتتباع في بعض الاماكن منها الحديد ومنها الخشب، يفضل انك تجيب الحديد عشان تبقى ايه تنجزي فيها على طول. في ناحيتين منها، الناحيه اللي بالشكل ده المضلع ده، وفي الناحيه ديت اللحمه الانسجه بتاعتها تستحمل ديت، والسمك تعملها بالناحيه دي خفيفه شويه لان الانسجه بتاعه اللحمه غير انسجه السمك غير انسجه الفراخ. ده اللي انا عايز اشرحه لحضراتكم. حلو الكلام؟ على طول بالراحه كده علشان ايه تطلع معاك سليم. ونفس القصه هنا. انا قلت سامحوني علشان هتبقى الصوت مزعج شويه، بس الصوت ده حلو لانه طبعا ايه بيفتح الشهيه. بتعمل اسكالوب بنفس الطريقه، بتعمل اسكالوب فينواز بنفس ايه فينواز دي يا شيف؟ هي دي المصطلحات اللي انا بتكلم عليها. اسكالوب فينواز زي الاسكالوب بانيه بالظبط، بس ده بياخد بياض بيض مبشور، صفار بيض مبشور، بقدونس مفروم ناعم، الجرنش بتاعه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هو ده بالكلام انا قلت تقول لي تخبط بعدين. ايه الجمال ده؟ عرايس استاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطولة العمر، كان عيد ميلاده قريب، يعني انت ممكن برضو تجيب مدقه كده وتخبط عندك يعني، خدت بالك؟ مفيش مشكله، كل واحد يجيب مدقه كل واحد يجيب مدقته معاه ويخبط. مواليد احنا بعد الهوا بناء على رغبه الساده المشاهدين يعني بنعمل لايف، ومن اللايف ده بنوضح حاجات كتير وبنشرح الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها، علشان برضو ايه اللي قاعد بيشوفنا ممكن هو عارف الكيكه بتتعمل ازاي والكب كيك، فاحنا بعد اللايف ده اللي بيجاوب بسؤال احنا بنطلع لايف بنجاوب على كل الاسئله. انت هتعمل ايه تاني يا شيف دلوقتي؟ هعمل الحشوه التوبنج بتاعنا، ممكن يكون لحمه مفرومه، ممكن يكون خضار، ممكن يكون فراخ زي ما انت عايز، ممكن يكون اسباركوس تغلي الطبق. ايه هو الاسباركوس؟ الاسباركوس دي عيدان كده خضره بتتباع في السوبر ماركات الكبيره، في منه الاخضر وفي منه الابيض او بالميتو، بتحشيها جوه الفراخ زي ما انت عايزه. حلو الكلام. احنا هنحشيها كوسه وجزر. حلو، نقطع الكوسه كده عشان انا قلت لحضراتكم المطبخ الغربي له تفاصيل كتير. امبارح كنا في الصعيد بوجه له تحيه كبيره، عملنا السخينه وعملنا طاجين اللحمه او عملنا طاجن اللحمه بالتقليه. النهارده في المطبخ الغربي في ايطاليا النهارده، في احلى من كده؟ واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى، مره في الصعيد، مره في الريف المصري، مره في ايطاليا، مره في المكسيك، المانيا. العب يا المانيا. زي ما احنا شغالين كده زي الفل. طبعا سيبونا اقطع الخضار لان الموضوع طويل معايا بجد، لو انتوا حابين تطلعوا فاصل يا شباب انا تحت امركم. وسيبوني مع الكوسه. طيب هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع للتفاصيل حشو البوبيت بالخضار النهارده، ومعانا مكرونه نجريسكو للاطفال الحلوين. اوعوا تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك ابو الشيف مطلوب مني اعمل لي 20 30 واحده بوبيت عشان ابني النهارده ولا بنتي ربنا يخليهم لي عازمين صحابهم على الاكله دي. تعالوا ماما شاطره تتفرج على الشيف المغازي على القناه الاولى، عامله لنا اكله من المطبخ الايطالي اسمها بوبيت، ب
بناكلها في بعض المطاعم، بندفع في الطبق مبلغ وقدره، بيتقدم معاه شويه خضار سوتيه نحلف عليهم، شويه رز صغيرين كده الواحد لو خدتهم معلقه بيبوظوا، وهكذا. فقلت تعالي اعملي النهارده اهو معانا شويه صدور احشيها كده اهو، مش عايزاها خضار حطي لحمه مفرومه مكان الخضار زي ما انا شغال كده اهو. دول كام؟ اربعه. حلو. هي فيها غلبه شويه سامحوني يعني، بس الاكله حلوه. والخضار لازم يتقطع رفيع عشان نسبه وتناسب، الخضار ده لازم يستوي مع تسويه الايه الصدور. طلعينا بقى يعني ايه، بتبقوا عندهم شويه ايه بقى ايه حاجات كده لطيفه يعني، بساعات بيحشوها سباركوس بتبقى لطيفه وحلوه، البعض بيحشوها بالميتو اللي هو قلب النخله او الجمار بتاع النخل، بحط شويه روزماري كده. ده روزماري. التوبنج ما هوش يعني حاجه اساسيه، زي ما انت عايزه حسب ولادك ما بيحبوا. اشيل الحاجات اللي عامله لي زحمه دي كده. جو ممكن نحط جبنه، استاذه حابه تقول نحط جبنه، اذا انت وجيبك بقى انت غاويه بقى ايه تبذير، احنا قلنا خضار، عايزين تحطوا جبنه حطوا براحتكم. طيب بص احنا هنعمل ايه بقى، هنا في شويه خضار عندي، احنا هنخليهم على جنب كده عشان ممكن نقدم الخضار ده كاسوتيه جنب البوبيت، دي فكره برضه، وهيتقدم بشكل لطيف وحلو. طاسة على النار، طاسة اهيت اخبارها ايه سخنة زي الفل، خليط من الزيت والزبدة الاتنين مع بعض، شوية زيت مع زبدة عشان الزبدة ما تتحرقش. فين الزبدة؟ اهي. وهنحمر الجوبيتي ده كده مع بعض ونشوف ازاي التحميرة الحلوة. اللهم صل على النبي. تمام، عندنا شوية دقيق حلوين، خلي بالك بقى في التكنيك العالي، انا قلت لحضراتكم هي الاكله فيها خبره طهويه، لو حتى انت زيت في التتبيله مستحيل طبعا الخلطه دي تمسك في الايه. حطيت انا بابريكا وحطيت شويه كركم وهنحط شويه زعتر على الدقيق بتاعنا ده كده وشويه ملح. استاذه رحاب بعد اذن حضرتك يعني سجل لنا الاسئله دي كلها عشان ما حدش يزعل مننا. التوزبيكس بتاعنا بنقفله كده اهو بالشكل ده كده ونحطها كده. خلي بالك عد التوزبيكس اللي حطاه في كل قطعه علشان تطلعهم في الاخر، يعني انا استخدمت واحد دلوقتي ده التاني في الاخر، لما تطلعيهم بقى عشان ما تتفاجئيش دي تلاقيها في قلب الطبق وتكوني عازمه حماتك مثلا تطلع دي تحت سنانها، يبقى يوم مش هيعدي. حبكت تعمل الاكله دي النهارده؟ ما طول السنين بتعمل محشي، كنت عملت محشي هتكسر سنانها طبعا، او ابنك او هكذا يعني. انا بهزر خلي بالك يعني، انا لما كنت بشتغل كنت الف سمبوسه كتير وعندي بقى شغل والف لي 500 حبه 600 حبه وابقى شغال ويطالع عيني طول اليوم، وتيجي على الدبوس اللي بتاع الزعتر مثلا ولا بتاع الحاجه اللي انا فكيتها وقع غصب عني في الخلطه، وتيجي بقى الدبوس ده تحت سنان حد، يا ويلي يتخصم عليا شهر. شفت انا بقفلها اهو زي الفل، نحمر كده سهله الفكره. ها حاجه جديده، مش كل يوم هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس، مش كل يوم شاورما. حلو، سؤال وجيه جدا. احنا الفكره عجبتنا بس ممكن احنا نقدمه بشكل تاني غير انه يتقلي، هي الاكله بوبيت، احنا بقى عايزين نقدمه مشوي، مش لازم الدقيق هنا بقى، يتحط زي ما هو كده ويترص في صينيه مع زيت وزبده ويخش الفرن يتحمر، دي برضو فكره حلوه. لا حط زيت في التتبيله بقلب جامد، ما انا قلت القاعده المغازي بتقول ايه، احنا بنسال ونجاوب بعضينا. التتبيله الزيت والزبده ممنوع منعا باتا واختباء على باب الثلاجه في حاله لما تعملي بانيه، اما تعملي مشوي حط اللي انت حباه. نشيل ده كله من هنا. خلي بالكم هنا بقى عايز اقول حاجه، دي اللي عندي ده انا مطلوب مني دلوقتي اعمل وايت صوص للنجريسكو في المقادير، هعمل وايت صوص للنجريسكو في المقادير، فهستخدم الدقيق ده في عمايل البشاميل او الوايت صوص، مش هيقول لا زي الفل، بالعكس هيبقى طعمه احلى، هخليه جنب كده عشان عايزه. والخضار السوتيه ده عايزه هنا بشوكه كده عشان احنا بنحمرها. شفت التحمير ده كده؟ معايا فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي اللي انا بيهم ربنا بيكرمنا
وشغلنا بيبقى ظاهر على الشاشة لأن أنا مش لوحدي ببذل مجهود، أنا أقل واحد. أستاذ المصورين لهم دور كبير. أهو شايفة التحميرة ديت؟ أه هي دي التحميرة اللي أنا عايز أدور عليها، القرمشة دي أهو في قلب الزبدة والزيت. وجود الزبدة هنا يا عم شيب بيساعد على الإحمرار والتحمير بسرعة. نكمل الحكاية بتاعت البوبيت عشان ما نكونش نسينا مع بعض. طبعا اتحمر، بنرص في الطبق ده كده، يبرد تشيل منه التوزبيكس. خلي بالك، خليكي فاكره اهو، نحمر فيه شويه مفيش مشكله زي ما انت عايز. اهو هو استوى خلاص، شايفين في الطبق حلوين ازاي، له شخصيته ازاي. اهو شايفه التوزبيكس اهو، اهو ده طلع اهوت معانا زي الفل. تمام حلو الطبق ده على فكرة، جميل يفتح النفس. ناخد دي كمان، عايزها متحمرة كده، عينيا. شيل التوزبيكس بتاعنا زي الفل، تحط هنا كده، نحتفظ بشوية الصوص الحلوين دول، عايزهم أنا. نحط عليهم مكعبين الزبدة اللي عندنا دول، نحط في قلبيه عود روزماري حلو. شايفين بقى اللي في الطاسة دي؟ ده الخير اللي في الطاسة دي، الخير اللي أنا عايزه. نحط شوية مستردة ونقلب كده، نحط عصير ليمون زي صوص البيكاتا بالظبط زي الفل. معانا كريمة لباني، تنزل هنا. هتقولي لي مفيش كريمه لباني في المنطقه اللي انا ساكنه فيها؟ نشا وحليب وسمنه او زبده، بقت كريمه لباني. اه نشا وحليب وزبده او سمنه، بقى عندي كريمه لباني. ناخد شويه الكريمه دول ننزل بهم على المكرونه نغذيها زي الفل. في شويه كريمه حلوين هنا، ناخدهم مكان الكوبايه. الحاجات اللي انا بعملها دي انت بتعملها في المطبخ بدون اي مشاكل. شوية كريمة اسيبهم، لا احطهم هنا كده. تمام زي الفل، ونقلب. الله على الطعم هنا ده. فلفل اسود، الصوص ده يحب الفلفل الاسود المجروش، بيعلي من الفليفر والطعم والتيست. حاطط عصير ليمون انا، وحاطط مستردة. الاكلة دي لازم مستردة، اللي هو معجون الخردل. في منها نوع انواع في السوق، في منها سليم بتلاقيها مطحونه كده غاليه سعرها شويه، وفي اللي هو المعجون العادي زي اللي معايا ده كده عامل زي الكاتشب. حلو الكلام. الطبق ده احطه فين يا مخرجنا؟ قول لي مكانه فين ده حبيب هارتي؟ هنا مكانه حلو زي الفل. تمام، هنزل عليه دلوقتي بالصوص بتاعنا. ربنا كده خلصت من طبق زي الفل. اللهم صل على النبي. يا صبابين الصلصات وعشق الصلصات، ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ التغليفه دي مهمه، الف هنا وشفا للي ياكل. عايزك تعمل الاكل ده لاولادك، مش مكلف، هي صدور الفراخ كده كده بتجيبيها اعتقد يوميا يعني. معانا شويه خضار سوتيه، فاكرينهم اللي انا عزمت عليهم وقلت ان احنا هنعملهم ونقدمهم؟ اهو معانا. الله، الجو ده حلو. ناخدهم كده زي الفل، سرفز على الطبق ده كده. الموضوع هنا اختلف. أساتذة المصورين حبايبي، أنا بحبكم بعشقكم. إيه ده يا عم الشيف؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة؟ يلا يا فندم.